رحتي واحد المكازا فيه الماعن. ماما السلام عليكم، كديري لاباس؟ جسم تكون بخير وعلى خير، اموركم احوالكم طيبه. غبرت عليكم شويه لا سيمين، ما عرفتش عليك زان على قلت لكم مالي، قلت لكم بروفيتيو في اللي كان فيه مي كان فيه الجد نصور هاد لا سيمين، واخا كي والله الا عكزان ما رشقاش، مش انا رشقاش، ما عرفت كنحس جاني تخيل باش نصوريتو. دونك اليوم قلت غادي نصور لكم، والله ما عارفه فين غادا صورا، نمشي لا ديفونس نبدل واحد السروال ونضرب دويره دايوغ داروا المارشي دو نويل تو نشوفو انصوم. سوا ديك المره كنت مشيت لبيزون وكانت واحد السيده واحد المغربيه عندها عرفتي واحد المكازا فيه الماعن بحال داكشي ديال بلجيكا، فريمون واعن زوينين وداكشي، وكنت مع مسيو دراج ومسيو نرجع لي اتيت ريبوزي، واحد راسي قولي نمشي نضرب في دويره نصور لكم. ونتغدى في واحد الريستوران فين تما شحال وكيدور ليا فراسي، وراس اخو كيقول لي مالك يا لحالتك مشيتي لتماك سيري على ديفونس حداك دو با. بغيف نتوما غادي تدوزو معايا نهير فيما مشيت، غادي نديكم معايا بوغ الماكلة. والله عرفتي راه جو سوي اون مونك دانسبيراسيون، سبحان الله كاين الاوقات اللي كتكوني تو شاربون هكا اون ميل اون مود سبيد كتوجدي وهذا ومتحمسة، وهاد ليا ما سمعت فيه عرفتي تقيل عليا لا طياب، ماشي ما كنطيبش كنطيب ولكن ماشي زعما كاين كنبقى نعصر راسي ميم لو موني لا سيمين مابقيتش كنديرو. المهم نيجاتيف فايبس، داكشي علاش قلت غنصور لكم باش نرجع نتحمس. والله ما عرفتش غندير، باقي ما جبتش اصلا بور الغدا، كاين الغدا موجود مي بور العشاء والله باقي ما جبت حتى حاجه. شوف واحد راسي بغيت يدير طاجين ندير هيدا مخف، خدوزو معايا النهار باش معطى الله كيف ما دوزتو. او والله ما عرفت فين نمشي، انتما نشوفو فين نمشيو. فهمت كما تقررت انني غادي نمشي جيت لبيزون نشوف هذاك لي ماغازان، شي باش تكون حاله ولا لا، جيسبر تكون حاله ونشوف شنو ناكل هنايا حيت كاين فيها با مال دو ماغازان، كاين واحد سميتو ساكا ديما تصور. المهم لي ماغازان ها هو كيجي هنا في تكتبو ميري دو بيزون ياك، وحده لا ميري دو بيزون راه كاين هاد ليسباس هذا غنوريكم، كاين فيه جيفي اكوت كاين هذاك لوجيك. المهم في هاد الزنقه هادي كاينه هذيك السيده وفصل الماغازان اوكايدي راه مقابل معاه كاين حاله جو بونس سميتو شيكوم حاله، هو هذا لو ماغازان عرفتي بحال داكشي ديال بلجيكا تماما. المهم هنا حاولت نصور لكم شي بس، واخا جيتي في حقه جاني كانت هي وراجلها جالسين، واخا طلبت منها لا بيرميسيون قلت لها واش زعما سافو ديرونج با نصور، قالت لي ماشي مشكل. هنا عندها تو سكي ماب، هذا الثلاثه هادو حمقوني هما اللي خديت ليها انايا مع واحد لو سيرفيس عندي في البيض والكحل، عندها هكا الكيسان اشكال وانواع فريمون عندها داكشي زوين، وحتى لي بري جو تخوف كي لي با ترو شير، بحال مثلا هادو المكتوب فيهم محمد صلى الله عليه وسلم داير لهم 10 اورو، هادو حتى هما اللي فحال لي جار حتى هما فنين، هذيك اللي هكا فيها لي غيوغ في البيض والكحل حتى هي عجباتني، ولكن ديجا كنت خديت الاخرى. اللي قلت لكم هادوك اللي خديت فيهم بيض والكحل ثلاثه ديري 25 اورو بثلاثه بهم. شوفوا هذا حتى هو الشكل ديالو زوين غير الرجيله اللي ما عجبتنيش بزاف، اما هو من الفوق سي تري جولي. هاد لو سيرفيس هكا سميتو ترونسبارون مع لي كونتور في الدوري. شوفوا هادو اللي فيهم بيض الحمر حتى هما شحال زوينين بثلاثه بهم 25 خاشمون جو تروف لي بري جاوني زعما كوريكت. عندها عندها هكا لي سيرفيس ديال لي سوبيير، عندها الكراسات طبالي، عندها فريمون عندها ما يدار زعما سافو الكو ان بنادم يمشي يضرب عندها دويره. شوفوا البلاد هكا فحال ديال المغرب، هي جو بونس مخلطه عندها المعن ديال المغرب والمعن ديال تركيا، عرفتوا هادو اللي كيكونوا في الامارات ديال القهوه لي تيرموس ديال القهوه وداكشي فيهم كتابه. كيف قلت لكم عندها داكشي ديال المغرب وديال لا تركي، كاينين هادوك اللي فيهم ايات الكرسي كتعلقوا في الحيط. هنا عاوتاني هذاك لو سيرفيس اللي قلت لكم ها هما هنا كاينين لي بري، حاولت نصور لكم حتى لي بري. شوفوا لي هذا فني هو عندي فحالو، كانت خطاتو لي ماما جو بونس من بيم كانوا جابوه واحد العام. سينو بور لي سيرفيس هاكا مبان لي ما عندهاش لو شوا بزاف، هذا هما اللي حمقوني خديت ثلاثه ب 25 وصافي زعما هادشي اللي شفت عندها. ابخي خرجت راه ضروري تشري شي حاجه، يمكنش انا بدل الماعن يمكنش ما نشريش. من بعد ملي كتخرجوا من المكازان فحال هكا كتزيدوا فحال هكا القدام غتلقاو كيف قلت لكم مقابل معاها اوكايدي، كاينين هنايا واحد جوج ديال فحال الكوافير، وكتزيد كتهبط القدام حدا البلاصه ديال اللي غتدخلي منها الباركينغ ديال الطوموبيلات غادي تلقى واحد المكتبه ولا ليبريري وملاصقه معاها هاد المكازان سميتو ساكا دي مارك، راه كنت فايته واحد المره وريته لكم. المهم غندخلوا هنا نكتشفوا واش جايبين شي جديد، حيت مره كتلقاي عندهم شي حاجه زوينه مره كيكون داكشي فيت في. غادي نبداو هنا بهاد لي روب دو شون كانوا دايرين لهم 16 اورو، هادو دي مونطو دايرين لهم 60 اورو. هنا جايبين تو سكي بونطوفل وهادوك التقشرات اللي كيكونوا هكا بحال دي شوسون غلاط بوغ الدار، كاينين لي كولون ولا لي
وي لي كولون هكا سخان كاينين هاد لي بول ديال الكمايو جو بونس هنا كيجيبو هادشي ديال الكمايو داكشي الايتام وداكشي اللي بحال كتكون فان سيري ولا كاينين دي ماغازان اللي كيستو فهاد كيعطيو لهاد لي ماغازان فهاد الشكل هذا كيعاودو فيهم البيع بثمن شويه رخص. هنا كاينين تو سكي مونطو باركا عندهم فريمون عندهم ما يدار فيهم غير في لي مونطو اللي بالي كاين ما يدار. المهم هاد الصابط هادو باطا داكشي ما عجبتني حتى شي حاجه. وسي كاينين هاد لي فحال دي زيشارب هكا ديال شويه غلاضين ديال البرد فريمون زوينين الا عرفتو كيفاش تلبسوهم كيجيو زوينين في اللبسه. هنا المهم تو سكي روب دو سواري وداكشي ça m'intéresse pas donc ma rakas chwi bzaf عاوتاني هنايا لي مونطو لي باركا حتى هما كانوا كان ميدار. هنا بالنسبه للجهه ديال الدراري الصغار حتى هما كيكون عندهم تيكون عندهم هكا دي جوغينغ دي سويت وداكشي. شوفوا هاد الباركا دي جاتني رخيصه 25 يورو ولكن فاش قصتها جاتني ماشي ديك السخونيه هي غير ديال مي سيزون بحال هكا ماشي ديال ماشي ديال الشتاء والبرد ديال فرنسا. صافي هنا غادي ندخلوا غنجيو لهذا لو ريستوران اللي قلت لكم حاولت نصور لكم لي بري ولي زوغير وداكشي تديرو سكرين شوت ولا امبريم اكران بالنسبه للاثمنه. هما في الغدا بحال هكا ديال 18 يورو 80 في يومات من الاثنين للجمعه ولي ويكاند الثمن اخر. هما خليت لكم الاثمنه هو لو ريستورون خطير ملي كتدخل بحال دخلت شي اوتيل كبير مديري لا ديكوراسيون ديالو خطيره فريمون لو كادر اي لي تري 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 سامبا انا عجبني جاي نصيف بحال بحال ما كتكوني في شي اوتيل دو لوكس وداكشي. ابري بور الماكله غادي نبارطاجي معكم اشنو دايرين في لو بوفي وفي الاخر نقول لكم لافي ديالي انا بعدا لا ديكو حمقاتني فريمون غيان ادير مصيبين واعر فريمون لا ديكو غيان ادير ديال بصح. ندوز دابا الماكله هنايا كاين ان بو دو تو كاينين لي بيتزا هو حلال ولكن كذب عليكم انا تو سكي ريستورون ا فولونتي ما كنتيقش بزاف في الحلال ديالهم ديكو كنبقى غير في تو سكي فروي د مير حوت وداكشي كنقول اللهم هكا بعدا سيغ واخا ما تيقول حق الدجاج كيكون سيغ حلال اللحم تيقولوا حتى هو حلال ولكن ما كنتيقش. المهم فوالا نتوما كتشوفوا بعينيكم شنو كاين هنا دايرين تو سكي فروي د مير هكا سوتي وداكشي بطاطا كاين هنايا انواع ديال الروز شويه ديال لي نوي il était on peut dire varié. دابا ندوزو من بعد نهضر لكم على البنه. هنا دايرين السومون دايرين الحوت بالانواع ديالو هكا طايب بلا صوص الحوت مقلي دايرين كسكسو دايرين قتلاتني كيما تقصوش ما نكذب عليكم ما شهانيش دايرين كسكسو بحال هكا سميده ولا صوص بوحدها. ابخي هنا كيف قلت لكم الدجاج وسميتو الحيمات قايلين بلي راه حلال ولكن على تقليدهم انا لي مول ولا ولا زويت خاد ولا لي مول والله ما قلت هكا غراتيني. كاين هنا هاد لو كوتي انديان تو سكي سميتو الروز ديالهم وهذوك لي كوري وداكشي. انا بالنسبه لي سالاد هما اي سون فاريي كاين ما يدار. ابري هنايا لا شاركوتري كاتبين بلي راه سي با حلال دونك بعدا زعما راه ما كاتبينش راه قالين بلي راه سي با حلال دونك بلا ما يقربش ليها. هنا جايبين عاوتاني لي فروي د مير هكا كتاخدي شنو بغيتي وكتديه كتديه المهم ميم برانسيب ديال كاع لي بوفي ا فولونتي. هنا كدي كتشويهم في البلانشا. ابخي هنا دايرين تو سكي سوشي وماكي فوالا هنا عاوتاني اون سيليكسيون كيف شفتو راه مركزين بزاف على لي فروي د مير كتر من شي لاخر. هنا الكالامار لي الحيمات هنايا الكارباتشيو هنا البيض بريف ان بو دو تو. ابخي انا بالنسبه ليا احسن حاجه كتعجبني في لي بوفي ا فولونتي هي ديسير. هنا لو ديسير اي تي با واو كاين كاينين لي فروي كاين لي فروي سيزون وداكشي. بالنسبه انا اللي كيعجبني افغي دير لي باتيسري هكا فاش تيكون لي باناكوتا ولي تيراميسو وداكشي. هنا ا بروميير فيو هكا فاش كتشوفي كتقول راه داكشي واو زوين فريمون سيتي يا ربي تسمح لي حالته سورتو هاد لي باناكوتا فاش هزيتهم لقيت بغادي ياغورت هكا حامضين ما قدرتش ناكلهم كاع دايرين حتى شويه ديال لي بونبون داكشي. بريف بو اتر فرانش كوتي ماكله ما عجبتنيش الماكله ديالهم والو زعما جون في دي فولونتي كانوا حسن من هادشي هذا ما عجبتنيش الماكله. لا ديكو زوينه الماكله زيرو فريمون الماكله كيف قلت لكم كانت عيانه زعما هكا ما كاينش البنه جونغ كروفيت نورمالمون بنن راسو فاش كتاخدي هكا الكروفيت كريي ما فيهش شي بنه جونغ داكشي لي با فري ميم لي المهم الماكله كامله ما عجبتنيش. كيف قلت لكم لي باتيسري تا هما جيتي ديسو باسكو ما كانوش كاع بنان. هذا اللي زعما تيراميسو ما فيه حتى مذاق ديال تيراميسو اختي الله يعز ماكله الدار والله القسم كدوري تدوري كتقولي الله يعز ماكله الدار. بارلون دو ماكله الدار هنا صيبت ان تروك فيت في بوغ العشاء
بصيلة فلفلة الألوان دجاج، زيد عليهم العطرية ديالك تحميرة المليحة الإبزار، شوية ديال العطرية مكسيكانة نجيبها معايا من المغرب، زويتات العود تشحري هادشي مزيان، واحد شوية الهريسة صافي. خديت واحد البان تورتيا درت فيه واحد الطريفات ديال لافوكا مع شوية ديال مايونيز، وزدت ديك الديوجة مع شوية ديال لاصوص ألجيريان، كتعجبني هاد لاصوص بزاف كتجيني خطيرة في لي ساندويتش. صافي وزدت معاه شوية ديال الفخوماج هكا ساندويتش، وقديتهم كاملين حطيتهم قدامي وبديت كنبريسي اختي. والله يتجاب من داك الشيء اللي كيت في الغداء، وحق الله العظيم اللي جا زعما انت كانت عادي مي كتحسي بالبنه ديالو. صافي ملي كتولي كتقولي بحال الهضره صافي راسك شرفتي، كتولي كتعجبك الماكله ديال الدار على الماكله ديال الزرقه، صافي تماك كتاكدي انك وليتي انسانه كبيره. ولا فيديو ديالنا غتسالي هنا، جيسبر هاد لا فيديو خفيفه ظريفه تكون عجبتكم، اي سورسون نقول لكم ا تري بيانتو في نوفيل فيديو ان شاء الله.